طيب في سؤال هنا انه احيانا بتعرفوا في موضوع اليوتيوب في بتم احيانا اخذ جزء من الدروس ويوضع لها عناوين، يوضع لها عناوين، هذه العناوين مرات تكون غير دقيقة او بقصدوا ناس يوظفوها، بقصدوا ناس يوظفوها حسب ايش ما يروق لهم. طبعا انا بالنسبة لي شخصيا الدروس اليوتيوب احنا بننشرها، واي ناس بيحبوا ينشروا ينشروا، وياما ناس بعتولنا وقلوا لهم مش قضية، وفي ناس ما بعتوش وبياخذوا من الدروس مقاطع، ولكن لابد دائما العناوين اللي توضع تكون منتمية للشيء اللي بنقوله. ولكن هذا مش ممكن ضبطه، لانه اللي ممكن ياخذوا اشكال والوان واغراض مختلفة. لكن اللي بدي انبه له ما يلي، اذا بتلاحظوا من الدروس اللي انا بعطيها سواء كن من بداية السبعينات اللي فيكم موجود من السبعينات حتى بيسمع الدرس والدروس الى اليوم، لم اتطرق في يوم من الايام لاي جماعة من الجماعات سواء كانت اسلامية او غير اسلامية، الا الجماعات الضالة عقائديا اللي كانت تواجه الاسلام عقائديا. اما الجماعات التي تعمل تصيب وتخطئ، انا لم اتعرض لاي اسم من الاسماء، لا بتأييد ولا بنقد. ولا ايش مهمتك يا شيخ؟ مهمتنا يفهموا الناس الاسلام، مهمتنا ان يصير عندهم المقياس، يستطيعوا ان يحكموا على الجماعات، يستطيعوا ان يحكموا على. طب ليش بتذكر الطغاة؟ لا، الطغاة بيختلفوا عن الجماعات. الجماعات التي تخطئ وتصيب وما هيش معادية للدين، او هي بالعكس ممكن تكون داعية للدين سواء كان صح ولا غلط، ما يمكن انا شخصيا ان امس جماعة بعينها، لا بتأييدها ولا بايش. طب ليش ما تأيدش؟ لانه انت لما بدك تقعد تأيد معناته كأنك بتبصم على كل حركة وسكنة وتصرف وكذا. لا، احنا مهمتنا يفهموا الناس الدين، يفهموا الناس الحق بدون اي تأثير وبدون اي تحيز لاحد، بدون اي تحيز لاحد. تمام؟ بتقولوا لي طيب مرات كنت تنفجر انت على الشيعة مثلا،